العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه ومن والاه، حمدا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه. الحلقة 23، حلقة إسراء وثلاث، ألا كفال إسراء وثلاث، الحيلولة بين الناس وبين الاستماع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. بدير سخرية واستهزاء واستخفاف والدعلو دي بحلقة لغدم الطاقينات 22. إذا هي نبي لو خلاص رسمي في الجو في الجو دعوات نجبة ونمنع ذاته بالله الدعب يعني اللي اسمعي ده منهم. أول ما متوتوا للتهاجي حنا هجينا ايه ونشوشر وشوشرت ميدي اللي اسمعه وبدا استمتعوا بقرآن وبنصيحات وبحاديث وبتوجيه النبي صلى الله عليه وسلم للي بالله كاين هنا قد ينهو او مسلو او باكون دقب انا لين التهاجي لمستمعين ليستفيدوا وليأمنوا ليتبعوا وهتو لذيه ولرسالته ولأوكو سنجي لأبعو بالله اتفقوا وإلا مسلم بالمرايات هذه مبينوا. الحيلولة بين الناس وبين الاستماع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقد قرروا أن يثيروا الشغب ويرفعوا الضوضاء. شغب الجديدو مسلي أدنى ريال الناشقاب شغب الودو ويرفعوا الضوضاء أصوات والحرج والمرج، ويطرد الناس كلما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم يستعد ليقوم بالدعوة إلى الله فيما بينهم، وأن لا يتركوا له فرصة ينتهيها لبيان ما يدعو إليه، وقد تواصوا بذلك فيما بينهم. قال الله تعالى تم خلاص قموا بيلي أخابنا وحرحنا حتى تعرفين هلا اللي في الديولة في الديولة في الديولة قدام مقبع وشوشرتني دي وإزعاجني دي وسنوه اللي سمعوه، وأي مجال ينحدر أولو اللي يبين اللي يوضح اللي يرأي لقيمة الدين وقيمة الرسالة قيمة التوحيد ميتا الذي يرأي لازم حنا في الديولة في الديولة دعوة نقبل بيلو وديب اللي اتفقوا ورب العالمين هيني الآيات مدير الله سبحانه وتعالى. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن وألغوا فيه لعلكم تغلبون. وقال الذين كفروا بيلو لا تسمعوا لهذا القرآن، القرآن تسمعوني يتسمعون كله ولقوا كلام فارغ وبدو وهيجيت إلا أكفو يمكن فوزه ومنا غالبين جابوا انتم قلبوا انتم فوزه انتم ادب النبي صلى الله عليه وسلم انتم تجبروا انتم تحلوه يعني تكونوا الغالبين غالبات بالكم جبي لبلا لو بلا الله سبحانه وتعالى وإلا آيات كرجلنا الحمد لله عليها. دي سورة فصلت. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن وألغوا فيه لعلكم تغلبون. وقد ظلموا وقد ظلوا قائمين بذلك بشكل بكل شدة وسلامة، حتى إن أول قرآن تمكن النبي صلى الله عليه وسلم من تلاوته في مجامعهم هو سورة النجم. أول سورة ديباء تجمعات وديباء أكيباهم وديباء كان مبدحهم التأكبر ديباء على الاجتماع ديباء كان لسورة لسورة لقرأي النبي صلى الله عليه وسلم سورة النجم قد أقلهم، واللي هني ديب رمضان في السنة الخامسة من النبوة على حامسة سنة وبعد حال النبي صلى الله عليه وسلم تحامسة سنة لسورة النجم قد أقلهم على تمجمعات لنا يوم. وكانوا إذا سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم يتلو القرآن في صلاته وأكثر ما كان يتلوه في صلاته بالليل سبوا القرآن ومن أنزله ومن جاء به، حتى أنزل الله سبحانه وتعالى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغي بين ذلك سبيلا. هذه يعني مر للدائرة أكل القرآن سمعوا كان للشوشرة على ولا تعب على نفسيا انزعج بالتعلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يمدح ويكد قرر على تلاوة مدن سديب صلاة الليل هذه للسلة بعلى واللي هنا فائدة أهمية ضربات النبي صلى الله عليه وسلم أحلك الظروف دي بأنها الله قيام الليل للسلة على رب الهبيو لالي الحجر أمدح صلاة الليل من الصلاة الموفقة لنا
النصر والتمكين. يتلو القرآن في صلاته، وأكثر ما كان يتلوه في صلاة الليل وكان يسب القرآن، قرآن سبوا بعض عيار علو، ومن أنزله ولا كريو ولا ما أبو إلا كله سبوا دعوا القرآن، سبوا ربي، سبوا النبي، سبوا علو ورب العالمين. هيني الآية كردي بولا تجهر بس صلاتك مرة واحدة بتي دباني، وكمان مرة واحدة كمان يتوطي وخليك وسط بين ذلك سبيلا بلي الله سبحانه وتعالى قال النبي صلى الله عليه وسلم. وحق الله ذهب نظر بن الحارث، قرآن يقول أن النظر بن حاسل بول علو اللي هيني إلى الحيرة والشام، فتعلم منهم قصصا كان جيسة وروايات وقصص، واللي تعلمها حاجات شعبية دي مجتمعات الزبال كانوا يحكونها عن ملوكهم وأمرائهم. دي با ملوك لنا يوم، أمراء لنا يوم، دي با لداو بمعلو، وكيسة كانوا تعلمها مسلم من رستم واسفين ديار. فلما رجع أخذ يعقد النوادي والمجالس، حاضة لمن كان تعلمكم سلم دام دورك من بناس أقبلة وتم جالسنا يوم اللي نفسه تم الأستاذ هو والدبا على ودبا الشام وبملوكهم وبأمرائهم وبحكامهم وبالأستاذ العلو اللي بالجبا. يقص هذه القصص ويصرف بها الناس عن الاستماع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا سمع بمجلس جلس فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم للتذكر بالله خلفه في ذلك المجلس، ويقص عليهم من تلك القصص، ثم يقول بماذا محمد أحسن حديثا مني. النبي صلى الله عليه وسلم بأي مجلس وبأي معظمة من قبل وتهايا من قبل بيانا قلوا ما أدحى الله من قبل قررهم التعالى إلا النظر بن حاسل يقولوا كأل قصص وإلا روايات وإلا أشعار وإلا قيد نا يستخفاف ونا يستهزاء ديب الشام وديب الحيرة اللي يقول علو ما أتكر لداغم قلوا ما علا وإلا دعوتنا النبي صلى الله عليه وسلم أنتشر ومحمد بن حيس ميالي ومن حيس ميالي بالعلا. حقول لك كمان خطوات كاريش ويقدم لي لك خطوات بيات نساء للنظر بالحافظ، ثم تقدم خطوات أخرى فاشترى جارية مغنية، فكان لا يسمع بأحد يريد الإسلام إلا انطلق به إلى تلك المغنية ويقول أطعميه وأسقيه وغنيه، هذا خير مما يدعوك إليه محمد. وفي ذلك أنزل الله سبحانه وتعالى ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. الله سبحانه وتعالى يعني خطبتك عليه تنسى نفس ذي بالزمان مدر قبل حلاته قوت من بغيني اللي حتى مقنيات حتى فنانين لتحلي ولتغني أمت إلى الدابة جاريت إلى الدابة إلى أمتاع. فأي إنسان من النبي صلى الله عليه وسلم لسنع ومن النبي صلى الله عليه وسلم استعداده وراحته للاقي ولولا الأتباع والنبي للدعوه والنبي صلى الله عليه وسلم للدقى سباك أو يلوم اللي جيس للحد دي يسوك النبي يسينا عن الأريكا أفضل من ماي محمد حجر الأريكا ولا ما تعالى إلا ورد إلا لفنانيت لما نقل مغنيات لأماتو جاريت كأبلعيو وأستيو وحلي إبلو لبلا على وإلي بالنهجة لنا محمد للبلا كمنو الحيث بلك لبلا على ورب العالمين. يعني الأمر كمان كشفيه قلنا الحساب نجمي ده لموضوع لا أقامي ولا أوالد ولا أنس ولا مقنيات وإلا أدينا لمجرمين ولا كفار ولا مشركين وديبنا دعوة لقبة وديبنا دين ومجتمع الأبدل الحد وفساد الأبدل المجتمع الحد أبدل بابناي حلاي أبدل بابناي فتنة أبدل بابناي تشويش أبدل بابناي نبرة وبلع وحلاي وتحاوى وحوانيت وكتبتجان أبدل أبدل كإنسان ما سنو عزيم وأمن ربي ربي سبتين من ربي بلا فتنة قلعة تدير الحد وبلا قلعة تقروا من حق الحد ولا شباب ولا نعيش ولا ركزت لعبهم اللي تعلقوا بهم كاللي بدو على خرب ومن لأنه حلاي قلهم أبلعيهم وأستيهم ولا حيسك منها يا محمد اللي كمان بدأ أدل قول الله ومن دينه ومن أسلامه ومن شريعته ومن اللي نعب بالأو ستوه حلاي صنعوه اللي تروي اللي يكون لك الرمت لك انت لك واضح نفس اللي يقول لي تلو بلا على أدل ما بيقول زمان اللي جمع لا إشان كده ربي اللي تاريخ اللي حافظه يقولنا بالقرآن تاريخ عظيم تلي
قرآن بك قرآن كردي بقول تعالي خلي الأحداث القرآن كردي بقول رب حفظ يجي من القرآن حينا جن أستفيد منه جن أمره بقى كان جن أعله وبين حياتنا جن أطبقه وجن نرى الواقع أنا قدم إلا الحاجات لحاسبها لحاسب تبين يكوني اللي ترى معلومات اللي ترى موضوع اللي ترى ضروري عشان كده رب العالمين بدل الله ومن الناس ما يشتري الله والحديث ومن عباس بيلا ومن مسعود يمر ولا من ضد بيلا يعني إلا هو الحديث ولا الحلايات ولا قنات ولا فسروا وكي رب الله ومن الناس ما يشتري الله والحديث ليضل عن سبيل الله لقد يا ربي منا مانع للباء بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين إلهم نجح الله ويجيل أمثله فلاح ودع الله ويجيل أمثله اللهم النفسهم كيت ودع الله ونفسهم مورا اللي ودع الله وصارت الأساور الله ودرينا يقرب دي بقيس الله إلا النبي صلى الله عليه وسلم كم سبب ودع حيبنا وكم سبب بياني لنا اللي قبي ناي بدا قبي ناي تأكاي قبي ناي مانع من خير لا قبيته وصلى الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا ويحفظ أبنائنا وأعرادنا ويحفظ الأمة من الدلال ومن المفتنين ومن المخربين ومن المشوشين عن الدعوة والمصلحين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.